بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة المقررات المفتوحة في جامعة الملك خالد. معكم دكتور محمود حسين، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة. المقرر اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو مقرر الفاونديشنز انجينيرينج 2 أو هندسة الأساسات 2، والكورس ده مقرر على المستوى العاشر من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة. المقرر بتاعنا عبارة عن 7 فصول، عبارة عن جزئين. ال7 فصول بتاعتنا، الجزء الأولاني فيه بيتعرض للأساسات السطحية، وهنتكلم فيه في شابتر 1 على الايزوليتد فوتينج بس معرض لإكسنتريك فورس. اما الشابتر 2 هنتكلم فيه برضك عن الكومبايند فوتينج، وده برضك معرض للإكسنتريك فورس. والشابتر 3 هنتكلم فيه عن الرافت فاونديشنز. الرافت فاونديشنز هنتكلم عليها ازاي نصممها بطريقه الابروكسيميت ميثودز. وشابتر 4 عباره عن الستريب فوتينج وذ بيم، او القواعد الشريطيه باستخدام كاميرا على البلاطة، وليست بلاطة واحدة زي ما درسناها في أساسات 1. ده الجزء الأول. أما الجزء الثاني فهو عبارة عن الديب فاونديشنز، والديب فاونديشنز هنتكلم فيه شابتر 6 عبارة عن البايلز أو الخوازيق أو الديب فاونديشنز. والشابتر الأخير بتاعنا هنتكلم فيه عن الريتينينج وول، هنتكلم على أنواعها وهنتكلم إزاي نسند التربة بتاعتنا في حالة التربة الضعيفة أو التربة القوية باستخدام الأنواع المختلفة من الحوائط الساندة. أتمنى من الله أن أنتوا تستفيدوا من الكورس دوت. أنا عارف أن الكورس صعب عليكم شوية، لكن إن شاء الله لما هتتابعوا الحلقات بتاعتنا كلها هتلاقيه إن شاء الله سهل ومفهوش مشاكل. ولو في أي تعليق ممكن تكتبه على الحلقة وإحنا هنجاوب عليه على طول. شكراً.